لسه مستمرين معاكم مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، ودايما بنحاول نقرب للحدث بصوره اكبر. عشان كده معانا في هذه اللحظات السيد مكي عوني، طبعا الصحفي باذاعه موزايك اف ام بتونس. طبعا هيكلمنا بشكل اكبر عن الصحافه التونسيه ومدى تناولها لهذه المباراه الهامه جدا اكيد ما بين الاهلي والترجي التونسي. سيد مكي، برحب بيك في البدايه. مرحبا بيك ومرحبا بكل المشاهدين. عايز اتناول معاك ابرز العناوين في الصحافه التونسيه قبل مباراه مهمه جدا ومرتقبه امام فريق الترجي التونسي والاهلي ان شاء الله في اياب دور الثمانيه من دوري ابطال افريقيا. هو في طبعا ماتش الترجي مع الاهلي هو ابرز ماتش في الاربع ماتشات نتاع الفرق التونسيه في الدور الربع النهائي. يعني ممكن اليوم الجمعه في الاهتمام اكبر شويه بمباراه النادي الصفاقسي والفتح الرباطي لان المقابله بتتلعب النهارده يعني اليوم، لكن الاهتمام الكبير والحديث الكبير تقريبا على مدى اكثر من اسبوعين هو عن مباراه الاهلي والترجي الرياضي التونسي، خاصه بعد نتيجه مباراه الاياب وتسجيل الترجي وامكانيه يعني انه فرط في امكانيه الانتصار في القاهره. يعني اهتمام كبير، مثلا اليوم ممكن نتحدث على جريده الصحافه الصباح اللي اليوم خصصت صفحه كامله لمباراه الاهلي مع الترجي في مقالات، في المقال هو اللي يتحدث عن اليوم يكشف البنزرتي عن اختياراته النهائيه بالنظر الى التشكيل الاساسي الذي سيواجه الاهلي، ايضا في كلام كبير من الجماهير ومن الصحافه عن مشاركه معز بن شريفيه في المقابلة. في هون الكلام على علي جمل يعوض بن شريفية في حراسة شباك الترجي أمام الأهلي، في كمان نقل تصريح علي معلول في الصحافة المصرية أنه حظوظ الفريقين متساوية والأهلي يمكنه التسجيل هنا في تونس ما دام سجل الفريق في مباراة. حصلت كتير قبل كده. حصل كثير، لكن في انتظار الترجي يعني لو نرجع لمباراة الذهاب الترجي كان الأقرب للانتصار، وكان ممكن عرفنا في أكثر من مناسبة أنه قبل كل ماتش ما بين الترجي والأهلي في تضخيم من الإعلام المصري لصورة الترجي مع أنه دائما الأهلي يمر بصعوبات. المرة هذه كان الكلام صحيح والترجي كان ينجم يرجع بانتصار أسهل في مباراة الذهاب، كان يسهل له أكثر مباراة الإياب اللي تتلعب. يعني هو هذا اللي نستناه، الترجي يمكن الأهلي يمكن أن يسجل في تونس، لكن الترجي يبقى الأقرب للانتصار خاصة قدام جماهيره الكبيرة، والمقابلة باش تكون بحضور أكثر من 40,000 متفرج من جماهير الترجي، يعني مساندة كبيرة رغم الحديث عن التشكيلة. في التذاكر خلصت خلاص؟ خلصت التذاكر في أول يوم، يعني أول يوم التذاكر اللي نزلت خلصت، وكمان في فما عدد كبير من المشتركين والمنخرطين في الترجي الرياضي التونسي من يعني الانخراطات انطلقت في بداية الموسم وكبرت مع قرب مباراة الأهلي مع الترجي في دوري أبطال أفريقيا. لو بنرجع لفريق الترجي ايضا برضو الغيابات مش في معز بن شريفيه بس، في ايضا طه ياسين الخنيسي كلام كتير عنه، هل هيقدر يلحق بالمباراه ولا لا؟ عايزك توضح لي الصوره بالتحديد، معز بن شريفيه وطه ياسين الخنيسي. معز كمان بالذات كمان امبارح الكلام كان كتير، ناس كتير قالت ان هو لا خلاص صعب انه يلحق المباراه، وقالت وناس اكدت وقالت ان هو ممكن يلحق المباراه. في بالنسبه كما حكينا قبيله، اليوم اخر يوم من التحضيرات يكون حسم فوزي البنزرتي في التشكيل الاساسي اللي باش يلعب ضد الاهلي. الشكوك بخصوص معز بن شريفيه حارس الترجي، معز عنده اشكال صحي، لكن الاشكال صحي بسيط مش اشكال صحي، يعني ما عندوش اصابه عضليه او حاجه من هذا القبيل. يعني معز كما عنده اصرار كبير انه يكون حاضر في شباك الترجي ضد الاهلي. بالنسبه لياسين الخنيسي، الشك ما زال فما شك في مشاركه ياسين الخنيسي، لكن الترجي ايضا يعول على حتى لو ما كان جاهز 100% ياسين الخنيسي في عنده تعويضات في خط الهجوم، عنده الاختيار مدرب فوزي بنزرتي. خلال متابعتك اكيد لتدريبات الترجي، شايف نسبه مشاركه ياسين الخنيسي في المباراه ممكن تبقى كام؟ ممكن تبقى
ممكن الوحيد اللي يعرف نسبة المشاركة في شخصين، ياسين الخنيسي وطبيب الترجي الرياضي التونسي، لأنه الخنيسي رجع للتدريبات مع المجموعة نسبة كبيرة أنه يكون حاضر، لكن يصعب الجزم في نسبة حضور الخنيسي أو بن شريفية أيضا في مباراة الترجي مع الأهلي. نكمل الصحافة التونسية، يمكن احنا خلاص اتكلمنا عن جريدة الصباح، واللي بقى هنتكلم عن جريدة الشروق. شروق تحدثت، كان عنوانها الأبرز كان معز بن شريفية، ترجي الرياضي بن شريفية بين الشك واليقين، واليوم يتقرر مصير الخنيسي. يعني كما كنا نحكيه بخصوص في الجانب الكبير، يعني ما الأكثر الحديث عن المقابلة بخصوص معز بن شريفية ومشاركة طه ياسين الخنيسي، لأنه زوز عناصر بارزة، زوز عناصر أساسية من التشكيل الأساسي للترجي، هي محور حديث الصحافة التونسية وأيضا محور حديث جماهير الترجي الرياضي التونسي. ممكن صحيفة الصريح هي الصحيفة اللي ما كانش ثم اهتمام، يعني ما كانش التركيز على معز بن شريفية أو طه ياسين الخنيسي، كان التركيز مع مدرب الفريق فوزي البنزرتي. فوزي البنزرتي اللي كان صرح أنه يقول أنه للترجي رجال سيجيبون فوق الميدان، يعني سيجيبون الأهلي المصري، سيجيبون الجميع، بعد خاصة لما يكون الحديث عن غياب أو مش غياب، حد حيعوض ماهوش حد حيعوض. يعني كانت في الإطار هذا كانت إجابة فوزي البنزرتي، اللي متأكد أنه اللاعبي الترجي باش يلعبوا الماتش نتاعهم برجولة كبيرة وبدفاع عن القميص الترجي الرياضي التونسي وتاريخ الترجي، خاصة مع الاهتمام الكبير للترجي بالبطولة الإفريقية برابطة الأبطال، يعني اللقب الأبرز اللي يحب، وإدارة الترجي وجماهير الترجي، الجميع في الترجي يريد هذا اللقب. يعني جماعة في النادي الأهلي برضو يريد هذا اللقب، خلي بالك اللقب المفضل بالنسبة لنا، وإحنا أكتر فريق خدنا البطولة دي 8 مرات في تاريخ القارة. لكن ممكن ايضا للترجي الرياضي التونسي انه يغسل الاهلي. انا في كل الحالات ممكن اتوقع انه الاقرب لقب باش يكون تونسي، ترجي ينتصر على الاهلي، ثم يكون نصف نهائي تونسي ما بين الترجي والنجم، وفي النهائي يكون فريق تونسي، واللقب باش يرجع مره اخرى لتونس. هذا على الاقل الاقرب بالنسبه لنسخه رابطه ابطال. تتفق معايا ان اللي هيفوز في مباراه الغد هو اللي هيكون اقرب انه يفوز بالبطوله؟ تقريبا، لانه بالنظر الى بقيه الخصوم وبقيه المنافسين، باستثناء النجم الساحلي اللي باش يواجهوا الترجي او الاهلي في نصف النهائي، اذا لو ترشح النجم اللي هو طبعا الاقرب ضد اهلي طرابلس، اللي باش يفوز في مباراة النصف النهائي والربع النهائي ما بين الترجي والاهلي والنصف النهائي ضد النجم الساحلي او اهلي طرابلس، تقريبا بنسبة 60% باش يكون الاقرب للقب، ولو انه الكرة لا تعترف بالنسب والتكهنات، لكن ترجي الاهلي نجم الساحلي 3 فرق هي الاقرب للقب. سؤالي الأخير ليك، عايز أخد رؤيتك كإعلامي تونسي ورؤية الصحافة التونسية لفريق النادي الأهلي وفرصه في الصعود. إحنا طبعا عارفين إن فرص فريق الترجي أصبحت أكبر شوية، خصوصا إن هو تعادل بنتيجة إيجابية جيدة جدا 2-2 أمام الأهلي في اسكندرية، لكن أنتوا رؤيتكم للنادي الأهلي شايفينها إزاي؟ ومين أبرز نجم في فريق النادي الأهلي أنتوا شايفينه ممكن يكون مصدر قلق لفريق الترجي؟ نجم يكون ابرز نجم على عكس القلق، انه جماهير الترجي تنجم تكون فرحانه بشريف كرامي حارس الاهلي. شريف حارس كبير جدا وغلط اكيد وارد جدا بالنسبه لاي حارس في اي مباريات، لكن خليني اقول لك واقول لكل الناس ان شريف كرامي احد الحراس المميزين جدا في مصر واحد الحراس المميزين جدا في القاره بشكل عام. القيمة اللي عن شريف كرامي كنت أتحدث عليها، لكن الخطأ اللي كان في مباراة الذهاب هو اللي خلى شريف كرامي ربما مصدر تهاكم للجماهير التونسية. نرجع لك في الحديث عن الأهلي ولاعب الأهلي. الأهلي طبعا كان اسمه نادي القرن، يعني نادي إفريقي تقريبا، مع
فريقين أو ثلاثة فرق هما الأبرز في القارة الإفريقية، يبقى عدد ألقاب الأهلي يخليه يأخذ اسم فريق القرن في القارة الإفريقية، في اهتمام كبير ترجي الأهلي، يعني عديد مش فقط نجم واحد، لكن في ممكن اهتمام التونسيين، واللي يعرفوا أكثر التونسيين يعرفوا ممكن في علي معلول اللي هو اللاعب التونسي، ممكن زاد في الجينيور أجاي اللي يعرفوه أيضا في البطولة التونسية بعد تجربته مع نادي صفاقسي، في كمان النجم ممكن الأكبر بالنسبة للنادي الأهلي هو حسام البدري مدرب الفريق، يعني الجماهير التونسية تعرف جيدا هذا المدرب، وممكن وبقية لاعبي الأهلي في مازال في الأهلي عماد متعب، مازال بقية اللاعبين عبد الله سعيد يعني، والأهلي حتى لو ما كانش في لاعبين معروفين بالنسبة للأهلي في قميص النادي الأهلي، القميص اللي تعود بالألقاب والنجوم، يعني حتى لو كان ما فيش لاعب معروف في الأهلي دائما الأهلي يبقى الأهلي المصري، واحد من أبرز الفرق في القارة الإفريقية. إلى توقعاتك المهم. الترجي الأقرب للترشح للدور النصف النهائي، النتيجة صعب أنه ما تكهن بالنتيجة. شكرا. طبعا ده كان توقع ان الترجي اقرب، لكنها تمنياتي ان شاء الله النادي الاهلي يقدر يتخطى فريق الترجي، ومن ثم ان هو يقدر يكمل في البطوله والفوز بهذه البطوله الهامه. ده كان لقائنا طبعا مع الاستاذ ميكي عوني طبعا الصحفي في اذاعه ميوزيك التونسيه. طبعا اكيد اللقاء كان مهم، قربنا بشكل اكبر للصحافه التونسيه، لكن بشكل عام نتمنى في النهايه كل التوفيق ان احنا نشوف مباراه كبيره الاول ما بين فرقتين كبار زي الاهلي والترجي، وان شاء الله تكون مباراه اكبر من قبل النادي الاهلي ويقدر يفوز من خلالها. زي ما احنا شايفين طبعا مشاهدين ومتابعين قناه الاهلي في كل مكان، لاعبي النادي الاهلي بعد الغداء اكيد النهارده في اليوم قبل الاخير او اليوم اللي يسبق مباشره مباراه الاهلي والترجي، هذه المباراه الهامه جدا. بنحاول دايما نقربكم من الكواليس وشكل الاوتيل ومقر الاقامه اللي بيبقى متواجد فيه لاعبي النادي الاهلي. خليني اقول لكم ده الكوريدور طبعا اللي بيمر منه لاعبي النادي الاهلي في اتجاههم سواء لمكان الغداء بتاعهم او لمكان المطعم الخاص بيهم، ومكان المحاضره اكيد اللي الكابتن حسام البدري دايما بيكون متواجد فيها ويلقي فيها بعض المحاضرات الهامة قبل هذه المباراة الهامة جدا جدا امام فريق الترجي التونسي. زي ما احنا شايفين يمكن الاوتيل هادي شوية، ما فيهوش نزلاء كتير، وده اللي يمكن ركز عليه كابتن سعد عبد الحفيظ وكابتن سمير عادي لما جم قبل الفريق بيومين بالتحديد عشان ينسقوا في كل ما يخص طبعا حضور لاعبي النادي الاهلي هنا في مقر الاقامة. اكيد شيء مهم جدا ان يكون مكان هادي جدا للاعبي النادي الاهلي قبل هذه المباراة الهامه. لكن خلينا ايضا نقرب اكتر شويه واوريكم المطعم اللي بيكون متواجد فيه لاعبي النادي الاهلي، وايضا مكان المحاضره اللي كابتن حسام البدري والجهاز الفني دايما بيكونوا متواجدين فيها. يمكن هنا الاوتيل واسع شويه وكبير شويه وموجود في حته بعيده في تونس، في اطراف تونس، وده اللي ركز عليه الجهاز الفني. وخليني اقول لكم ايضا ان في اجواء تفاؤليه كبيره جدا بهذا الفندق، خصوصا النادي الاهلي نزل في هذا المكان يمكن كتير جدا، ويمكن ابرزهم مباراه الترجي في 2012 والعيد للنادي الاهلي انه يفوز فيها بنتيجه 2-1 بعد ما كنا متعادلين في الاسكندريه بنتيجه 1-1. لكن ان شاء الله النادي الاهلي يقدر طبعا النادي الاهلي يقدر باذن الله ان هو يكرر نفس السيناريو ان هو يحقق نتيجه كبيره ان شاء الله النهارده خلال او بكره خلال المباراه. زي ما احنا شايفين طبعا لعبه النادي يا شيخ لعبه النادي الاهلي اكيد بعد الوجبة الخاصه بالغدا النهارده. تعال قرب معايا نكمل نشوف طبعا مكان الغدا. مكان الغدا اكيد متواجد الجهاز الفني جوه هنا، ده المطعم الخاص بلاعبي النادي الاهلي زي ما احنا شايفين في الصوره، تواجد اكيد لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني في هذا المكان. لكن ايضا شويه وهرجع لكم تاني اوريكم مكان المحاضره اللي الكابتن حسام البدري بيلقي فيها محاضراته الخاصه قبل هذه المباراه. بشكل عام اكيد نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي. خليني اقول لكم ان معايا في هذه اللحظات الشيف محمد الدالي طبعا الشيف الخاص بفريق النادي الاهلي وبعثه النادي الاهلي. برحب بك يا شيف. الله يخليك يا امير. الحمد لله.
احنا متواجدين في تونس، يعني مش دولة افريقية فقيرة او حاجة، الطعام متقارب شوية من مصر، لكن كان مهم جدا انك ايضا تكون متواجد مع الفريق هنا في تونس عشان تحضر للطعام الخاص بالنادي ده. الحمد لله. لا تونس طبعا جميلة وحلوة وفيها الامكانيات اللي احنا عايزينها، يعني الحمد لله كل حاجة متوفرة عندهم في المطبخ، فراخ، اللحوم، الامكانيات، العدة. لا 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 حاجة جميلة. يعني عايز ادخل معاك المطبخ عشان نبين الناس اكتر شكل المطبخ ايه. طب يلا بينا، هنروح دلوقتي للمطبخ الخاص بفريق النادي الاهلي وتحضير الطعام الخاص بفريق النادي الاهلي. احنا دلوقتي طبعا متواجدين في المطعم اللي بيتم من خلاله تحضير الطعام الخاص بلاعبي النادي الاهلي في جميع الوجبات، ولسه مكمل مع الشيف محمد الدالي. طبعا قول لي ازاي بيتم الاشراف على الطعام في طبعا في الفندق هنا، وازاي بتقدر تشوف المناسب بالنسبه للاعبي النادي؟ هو هنا طبعا هم مجهزين لنا كل حاجه اللي انا عايزه، يعني بكتبه لهم وبخش معاهم الثلاجات كل حاجه، بيجيبوا لي كل حاجتي يجهزوها، يظبطوا لي الترابيزات، يظبطوا لي حاجتي، ببدا انا اشتغل وهم طبعا بيساعدوني وبيتعاونوا معايا، يعني لانه من ناس كويسه وحلوه. يعني ايه ابرز الطلبات اللي انت طلبتها منهم؟ لا احنا عادي المنيو، احنا حسب المنيو بتاعنا، يعني احنا عندنا منيو بننفذه، فحسب تنفيذ المنيو، انا عايز لحوم، عايز فراخ، عايز سمك، عايز حسب ما احنا عايزين، هم بيتجاوبوا على طول، حتى لو حاجه مش موجوده بيجيبوها لنا. دي حقيقه. يوم المباراه بقى بالتحديد قول لي الاكل بيبقى نوعه ايه؟ بيبقى ايه ابرز سمات الطعام ده اللي بيقدم للاعبين؟ يوم المباراة بيبقى حاجات كلها خفيفة إن شاء الله، بيبقى بكاتا مشوي، فراخ مشوية، بس حاجات مشوية على الجريليا، رز أبيض بدون أي حاجة، اسباكيتي، سوس طماطم، شوربة، ودايما بتبقى لسانة أو شعرية، والسلطة فقط. بيبقى ده حاجات خفيفة طبعا عشان تبقى خفيفة على المعدة وما تبقاش فيها دهون طبعا والكلام ده كله. تفائل ولا لأ؟ طبعا بأمر الله هنكسب إن شاء الله وهنفوز بأمر الله. أنت في الكاميرون قلت لي هنكسب وكسبنا، المرة دي إيه شايف إيه؟ الكاميرون وبرضه هنا في تونس جينا 2012 وقلت هنكسب وهنكسب إن شاء الله وكسبنا. فإن شاء الله المرة دي متفائلين، حتى الرحلة كلها تفاؤل. أنا من أول ما طلعنا من المطار متفائلين ورحلة زي الفل يعني. وما عندناش حاجة مستحيل يعني. يعني بالنسبة لنا إحنا ما عندناش مستحيل يعني. فإن شاء الله هنكسب بأمر الله. وهنجتهد ومعانا رجالة وهنأدي المسؤولية بأمر الله. الله يخليك يا امير باشا. الله. ده كان لقاءنا مع الشيف محمد الدالي، الشيف الخاص ببعثة النادي الاهلي وفريق النادي الاهلي، من داخل المطبخ اللي بيتم اعداد فيه الطعام الخاص بالفريق. بشكل عام طبعا بنحاول نقرب لكم الصورة دايما بشكل اكبر، لكن في النهاية اكيد تمنياتنا كلها هي توفيق النادي الاهلي ان شاء الله خلال مباراة الغد، وانه يقدر يحقق نتيجة كبيرة بالفوز على النادي الترجي ان شاء الله والتأهل للدور نصف النهائي من هذه البطولة اللي وحشانا جدا 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 كجمهور النادي الأهلي. نفسنا أكيد دوري أبطال أفريقيا يرجع لفريق النادي الأهلي.